السلام عليكم خوتي، كيراكم دايرين؟ صافا شويه غايه لاباس. رمضان كريم خوتي. عندنا شحال ما درناش فيديو خوتي، لا غالب راكم تعرفوا الاسباب، رانا مع المرض مع الحجر الصحي وما كاش اخبار جديده خوتي، على بها ما راناش نديروا لي فيديو خوتي. مي راه كاين دروك جديد خوتي، بغينا نخبروكم شي كاين خوتي. بون، حاجه الاولى خوتي خلينا نهضروا غير على الفيزا تاع اسبانيا خوتي. فيزا تاع اسبانيا راه فيها جديد بالنسبه لي، عندهم فيزا تاليا اللي خرجوا لي، عندهم فيزا تاليا تاع عام، ماشي تاع 3 موا ماشي تاع 6 موا، تاع عام. غادي تولي لهم عامين، غادي ديريكتوم تولي لهم عامين، مي هما ما يروحوا ما ولا في السيستم، غادي يديروها لهم عامين. راكم فاهمين؟ هذه بالنسبه لي عندهم فيزا تاع عام. بون، دوك غادي يجوا لخوتنا اللي دفعوا ومازال الوقت هذا مازال ما ردوا لهمش. الناس اللي راهي دافعه من 17 مارس وروح، خلينا من قبل 17 ما نهضروش عليهم، على حساب البيان اللي جا من عند القنصليه الاسبانيه تاع ورق. اللي من 17 مارس، اللي دفعوا من 17 مارس، هذوك غادي يرسلوا لهم لي ميساج خوتي، غادي جاي يرسلوا لكم لي ميساج، قالوا تليفون تاعكم وقالوا لي ميساج. خوتي جامي كاش ورقه ولا فات لادا تاعها ولا يعاودوا يقولوا لكم جيبوها لنا، راكم فاهمين؟ كاش ما يخصهم كاش حاجه ولا يعاودوا يقولوا لكم جيبوها لنا. هذه بالنسبه تاع مارس. والخبر اللي مليح خوتي ويبان باللي فيه خير ان شاء الله هو تاع لي رونديفو خوتي. لي رونديفو غادي يديروا لهم حل خوتي، غادي كي تطلق هذه الخطره ما كاينش هذيك رونديفو بالدراهم، وروح شري رونديفو وغادي يبيع لك رونديفو بجوج ملايين وغادي يبيعها بجوج ملايين، هذيك ما كاينش. بالنسبه اللي عندهم فيزا غادي يولوا يعيطوا دير يرفدوا عليهم، ماشي كيما الخطره الاولى ما كانوش يرفدوا عليهم. بالنسبه اللي ما عندهمش مانيش عارف، مورمامو غادي يديروا لهم حل، بصح مازال ما قالوش شنو هو الحل. بالنسبه اللي عيطوا قلنا عندهم فيزا يعطوهم حتى لربعه تاع لي رونديفو، راك فاهم؟ وداروا ثاني مام للمعاقين ولا للمسنين ثاني داروا لهم اجراءات سهلوا لهم بزاف خوتي، راكم فاهمين؟ يعني جمع اي واحد يقدر لهم رونديفو ماشي شرط يكونوا هما. وهذا هو جديد اللي جا في هذا الاجراءات تاع الرونديفو كاع غادي تبدا ان شاء الله من 4 جوان، من 4 جوان تبدا هاد الاجراءات الجديده خوتي. حنا رانا معاها وما راناش ناسينكم، وكاش ما يبان جديد ولا رانا نقول لكم حاجه، نقول لكم خوتي صحه فطوركم وندعو الله يبعد علينا هاد الوباء خوتي. الدعوه والله ما راها مليحه خوتي، الدعوه راها تزيد والناس ما راهاش واعيه، كاين اللي راه دايرها ضحكه، كاين اللي راه دايرها لعبه. رانا نشوفوا رمضان الناس راه دايرين جمايع مور الفطور دايرينها منا خوتي. اللي ما يخافش على روحه يخاف على والديه، اللي ما يخافش على والديه يخاف على ولاده. لي خوتي لي كون نصبروا شويه خير ما غادي.